عم دائما منقول قد ايه مهم الرياضه وقد ايه نعود حالنا على الرياضه وتصير هي اسلوب حياتنا. بهذا المجال عم تطلع افكار كثيره، فكره منهم راديكال فتنس واللي هي بتعود الناس على نمط رياضي كثير صحي وتخليهم يحبوا كمان الرياضه اكثر بالاساليب المسليه واللي هو نظام تدريب لمدربين الرياضه. راح يكون معنا اليوم وائل جابر اللي هو مدير المدربين وفادي حكيم. اهلا وسهلا وائل. اهلا فيك. اهلا وسهلا فادي، كيف حالكم؟ الحمد لله. أهلا وسهلا فيكم. يعني أنا مبسوطة أنه عماله بيصير دائما في ابتكارات بطرق اللي تحبب الناس بالرياضة أكثر والأساليب الصحيحة أو الممتعة أكثر. هلأ شو يعني راديكال فتنس؟ فكرة راديكال يعني روتس، الجذور. فبس تقولي جذور الفتنس، جذور اللياقة البدنية، هي أنه يرجع الشخص لنمط حياة صحي، لنمط حياة جزء منه بتصير الرياضة. فبكل طريقة تدريب بنعتمد على فكرة الجذور. يعني جذور الإنسان هو أنه يكون مبدع، هاي شغلة بطبيعيتنا. صح. فنحن منساعد المدربين كيف يكونوا هني مبدعين بطريقة التدريب تبعهم. يعني بيجيهم كل شيء محضر بس ليساعدهم لحتى هني يقدروا يخترعوا صف على طريقة كتير بروفيشنال. كيف يعني بروفيشنال؟ يعني الأشخاص لما يكون عندك أشخاص مبتدئين وأشخاص كتير قوية وبنفس الصف بدك تعلميهم، المدرب إذا منه درسها بيصير يعطي حسب خبرته هو. أوكي. فممكن مصبت. أيام يكون عم يعطي تمارين كتير قاسي، فهون نحن بس نشتغل مع المدربين، بنشتغل انه كيف هن فيهم يعدلوا بالصف بنفس الوقت يحافظوا على الكرياتيفيتي، على اسلوبهم هن الخاص، ما يدوبوا بهالاسلوب الاشخاص الثانيين، وبنفس الوقت يكونوا عم بيساعدوا العالم. فهيدي كلها اساس الفتنس. يعني هو نظام يعني بيدرب المدربين وبيضل لكل واحد ابداعه الخاص ضمن الاطار يعني اللي بتعطيه هاي الرياضه. صحيح. مزبوط. صحيح. اوكي. طيب هلا الموسيقى، وعلى الموسيقى هي اللي بيميزها انها بتمشي مع الموسيقى. وهلا احنا كمان شوي رح نشوف بالاستوديو الصبايا رح يعملوا رياضه. صحيح. على الموسيقى ونشوف قد ايه هي الموسيقى بتكون جزء من الرياضه نفسها. صحيح. مزبوط. صحيح. انه مش اي موسيقى بتزبط. صحيح. لها موسيقتها الخاصه، لانه اساس الرياضه هي الحماس والسعاده. يعني انت اي شيء اذا ما بتحبيه، اذا بعذبك، ما حتعمليه لفتره طويله. مزبوط. سو هي الفكره انه كيف نحن نخلي الناس يحسوا الرياضه شغله ايجابيه، شغله بس يعملوها بحسوا بفرح من بعدها، بحسوا براحة نفسية، فهيدي positive energy. حلو. أوكي. فهيدي كمان من أساس اللياقة البدنية. فالموسيقى بتلعب دور كتير كبير هون، إنه بتنسي الواحد أفكاره وهمومه وبتخليه يركز على اللحظة اللي هو فيها. مع مدرب بيكون عم يخلق كتير حماس، ونفس الوقت تمارين كتير مدروسة مع ماستر ترينر أشخاص عالميين على مستوى عالمي. فبس تجمع هو كلهم بيطلع عندك نتيجة رائعة. يعني هلا بتشوف. أوكي. رح نشوف هلأ مع فادي. هلأ هي موجودة بكتير محلات بالعالم. صحيح. انطلقت من الأرجنتين. صحيح. بلشت من الأرجنتين من 8 سنين تقريبا. وب 8 سنين صارت ب 45 دولة. تخيلي، بلشت بكل القارات تقريبا، بأمريكا، بأستراليا، بيوروب، بالفار إيست، بالميدل إيست كمان. وتحديدا بالميدل إيست بلشنا نحن بلبنان، انطلقت من لبنان للسعودية، بسوريا، بمصر، ولا عم بلشين جديد بالأردن. بالأردن إن شاء الله. لأنه إحنا دائما بالبرنامج يعني بنعطي دائما إنه عندنا فقرة رياضة كل يوم الصبح، ودائما من وعي قديه مهم الرياضة وقديه تكون أسلوب حياة. طبعا. فيعني هاي بتكون أشياء بتساعد الناس لحتى يكون عندهم أكثر زي ما نقول awareness أو يعني معرفة بالرياضة. صحيح. طيب. صحيح. هلأ شو بيميز هذا النوع يعني من أي رياضة تانية؟ أوكي. هلا في عدة أنواع تمارين. أنت بتعرفي كل شخص بحب نوع تمارين مختلفة. مزبوط. في ناس بحبوا السريع، ناس بحبوا البطيء. بالضبط. بالضبط. فالراديكال فتنس عندها 10 أنواع رياضات، 10 ديسيبلين. وقريبا حيصيروا 11. في عندك شيء مثل الفايت دو والكي ماكس اللي هي بتستعمل حركات مارشال ارت. اوكي. بس على الموسيقى. فهي مثل قتال خيالي، بتستعمل منها حركات القتاليه بس لتشتغل على الموسيقى، زي الكيك بوكسينج يعني. بالضبط. سو بتظهر الستريس كثير. اوكي. عندك تمارين ميجا لاتينو، ميجا دانس، اللي هي رقص على الموسيقى. بس الهدف مش انه نعلم رقص، الهدف نستعمل حركات من الرقص للشخص يحرق وحدات حراريه كثير. سو ما بيقعد يوقف ليتعلم الحركه، بيكون كل الوقت هو عم يتحرك وعم بيرقص. عندك تمارين مثل الأكسجينو اللي هي تمارين روحية عقلية بنفس الوقت، يعني بركز على التنفس، على الستريتشينج، بتكون تمارين رايقة. يعني هاي بتشبه اليوغا شوي. يوغا، بيلاتس، مجموعة من هالأنواع. هاي اسمها أكسجينو. بالزبط. يعني إنه هي أبطأ شوي
بالضبط تبقى أبطى وفيها التنفس وفيها تمارين توازن كل هالأمور. عندك حلو. التوب رايد اللي هو على البسكليت أشخاص اللي بحسوا ما بدهم يشغلوا راسهم كتير بكومبينيشنز وحركات بيقعدوا على البسكليت بقلب نادي ساعتها بصيروا بيعملوا على الموسيقى كتير حماس بيحرقوا كتير وحدات حرارية بس بنفس الوقت تكون هني مركزين بس على التمارين. عندك هلا حتشوفي اليو باوند تمارين على الترامبولين هدول الكل احنا انعجقنا بالاستوديو مين ما يشوفها بيطلع بحس انه افشوف شو فيها سعاده وفرح مزبوط. وهي بتحرق من 600 ل 900 كالوري وحدات حراريه خلال ساعه بالساعه واو. وبتاخد 87% من الشوك يعني ما في ضغط على المفاصل صح لانها كثير تمارين حلو بالضبط. في شيء للاطفال في كمان رات كيدز للاطفال لانه اللي عم نشوف البدانه عم بتصير حول العالم كبيره كثيرة فليصير الولد يعتبر الرياضة جزء من حياته ومنا نحسسه أنه الرياضة مش قصاص الرياضة تسلية حلو ساعتها هو بيصير بس يتضايق بيلجأ للرياضة وهذا هدف الرات كيدز حلو والباور باور أكيد هلا جديد انوجدت بالأردن وفي فعالية رح تكون يوم الجمعة 2-3 مش هيك؟ صحيح يوم الجمعة 2-3 بفندق لاند مارك صحيح. ايش رح تكون مين بيقدر هلا مثلا إذا ناس عم بيحضرونا وحبوا إنهم يجوا طبعا ايش بيعملوا؟ هي دعوة مفتوحة لكل مين بتعني له الرياضة من أصحاب نوادي من مدراء لنوادي من مدربين ومن اللي بيلعبوا اللاعبين اللي هن أهم شيء اللي يعني أي حدا نحن ناس عم بيحضرونا اليوم حبوا الرياضة ايش يجيبوا معهم؟ أهم شيء يلبسوا ثياب رياضة جايين نقعد نسمع لأنه اللي بدنا نسمعه بدنا نطبقه كمان برافو لابسين ثياب رياضة لأنه رح نلعب 3 ساعات تقريبا حلو كل يلي رح نطبقه نحكي على المونيتور رح نطبقه فعليا مع مدربين عالميين رح يكونوا موجودين معنا هيجي أشخاص من برا حلو من برا يعني هي كمان. فعالية كتير كبيرة وكتير مهمة يعني انطلاقة في الأردن كتير حلوة وبنفوت بالتفاصيل الصغيرة يلي كمان بتهم الجميع حلو حلو إذا رح يكون تعريف أكثر بنمط الرياضة هذه صحيح واللي مين بحب يستفيد قلت لي مدربين إذا بحبوا ياخذوا هالدورات و صحيح لأنه من بعد الإيفنت تاني يوم رح يكون عندنا أول دورة لراديكال فتنس بالأردن أول دورة تدريبية للمدربين حلو تاني يوم دغري من بعد الإيفنت برافو فالكل يجي حاضر يجي لابس أكيد يعني إذا أسلوب جديد وبيحبب الناس أكثر بالرياضة وبطريقة عم بتقول يعني صحية كتير ومع ميوزك يعني كلها أشياء إيجابية تغير حياتهم بعدها إذا قدرتوا تاخذوني تكونوا يعني حصلتوا على المستحيل هم يجوا أول نهار ويجربوا وما هي بس تحب الشغلة بتصير بدك تكملي فيها فهي الخطوة الأولى أصعب شيء مزبوط كل شيء بالبداية والبداية بتكون صعبة بعدين بتنطلق صحيح رح نشوف هلا الصبايا معنا هلا وريهام وروزي مش هيك رح نشوف مع بعض كيف راديكال فتنس وقد ايه دور الموسيقى مهم بهذا النوع من الرياضة
برافو. يعني دفيتونا بالاستوديو وسمعتونا بجد انه كثير واضح انه هم كثير مستمتعين، كثير واضح انه شيء كثير حلو. طب هلا امتى كان سؤالي، هل انتم فرجيتونا كم من نوع رياضه بهذا الشو؟ خمس انواع رياضه، كانه كان دقيقه من كل نوع. صحيح. هلا كيف بدهم يعرفوا اللي عم بتدربوا امتى يغيروا من حركه لحركه؟ بدهم يلحقوا الانستراكتور؟ سؤال حلو كثير. الموسيقى تلعب دور كبير. كيف؟ في ساوند افكت محطوط بالموسيقى، بتركيب الموسيقى نفسها تعطي سيجنال للانستراكتور انه هلا لازم تغير. يعني هون هيدي شغله مميزه كثير كمان بالراديكال فتنس، انه ما بده يضيع وقته المدرب، انه بده يضل يعد لشوف اي متى بده ينقل لحركه ثانيه. في سيجنال صغير بالموسيقى نفسها بتنحط ضمن الموسيقى، بتعطيه سيجنال هلا غير بدل، صار هو مسيطر على اللي قدامه عم بيلعبوا. اذا اي حدا عمل غلطه بيصلح له، يقدر يصلح له، بينبسط. انجوي ذا ميوزك، يعني مش انه عم نعد كل الوقت يلا خلصت لا غلبطنا هلا لازم نغير. صح، انه ما بضل تركيزه على الارقام. عشان صحيح. هيك انا شايفتهم انه هم كثير مستمتعين، يعني خلص بفوت بالموسيقى، يعني هم بتدربوا بس يسمعوا الرياضه. رح يكون مع الاستاذ في مايكروفون. اها، سو هو بيصير بس يسمع الموسيقى ويجي الساوند افكت اللي بقول عنه فادي، بخبر الاشخاص انه هلا بدنا نغير، وبفرجيهم شو الحركه اللي هن يغيروا مع الموسيقى. حلو، بصير الحماس الدوبل، يعني بتغير الموسيقى وهن بغيروا الحركات، وبكون الاستاذ حضرهم قبل بوقت على التغيير. يعني هدول الاغاني اللي سمعناهم هم معمولين خصيصا او زي ما نقول مزبطين لحتى يناسبوا هذه الرياضه. صحيح. مزبوط. لاحظتي بالفايت دو عم بيعملوا الضربه وعم بيطلع صوت. ايوه، سو كانه واحد عايش بقلب فين، عشان هيك بيعيش الرياضه الواحد اكثر. بالضبط. كثير حلو. اذا اللي شاهدونا وحبوا هذا النوع من الرياضه بيقدروا ينضموا ب 2 3 يوم الجمعه هيك في فندق لاند مارك، بس خذوا اواعي الرياضه وبلشوا تدربوا. ضروري ان شاء الله بصير اسلوب الرياضه، يعني اسلوب من حياتنا لحتى نتجنب هالامراض اللي عم بتصير، ويصير يعني لايف ستايل عند الكل. صحيح صحيح. شكرا لكم وائل، شكرا فادي، واهلا وسهلا فيكم. نتمنى لكم التوفيق، وان شاء الله دائما تنجح الرياضات والناس بصير عندها وعي وحب اكثر لانواع الرياضه. أكيد. شكرا، بنشوفكم نهار الجمعه ان شاء الله. شكرا.